أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبوكا. معانا النهاردة زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، أهو كتل قاعدة بتاعته ضايعة، الإيد بتاعته مش موجودة، الله أعلم شغال ولا مش شغال. بس ده ماركته طبعا براون، ده بتاع واحد شغال يعني في المعمار، عايز أي حاجة يعمل عليها شاي، يعمل عليها مثلا حاجة سخنة وهو في الشغل، فمش عايز يكلف نفسه. فطبعا أجابهولي عشان نشوفه. زي ما احنا شايفين يا جماعة كده، نفكه بقى ونشوفه أصلا شغال ولا لأ. وهنشغله طبعا من غير القعده ديك، ونشغله حتى من غير الدراع الايد يعني هو عايز بس يشتغل دايركت على طول. طبعا ده من المسامير دي من النوع اللي هي بتتفتح بالالنكات اهو كده يا جماعه، اهو افكها بقى ايه واشوف لها الالنكات، حتى المفكات العاديه مش هتفتحها، وكمان وحاول الظهر يفتحها معرفش، فبوظ كمان ايه الراس دي بتاعه المسامير. نشوف حاجه كده نفتحه بيها وارجع لكم تاني. فكنا يا جماعه اهو زي ما احنا شايفين الظهر من تحت، القعده من تحت. اهم حاجه عندنا عايزين نشوف الايه اهو يا جماعه الطرفين بتوع الهيتر، وما شاء الله هيتر محترم، يا رب يطلع سليم. طبعا عن طريق الافوميتر نتاكد من ان هو شغال، هيدينا صفاره لو هو شغال. بص يا جماعه طلع اهو، الحمد لله طلع شغال. طبعا ده ملحوم فيه سلكتين زي ما احنا شايفين كده البراون. هنفك بقى ايه السلكتين دول اهم يا جماعه كده اهم، ومعاهم اللمبه كمان، معاهم لمبتين، واحده اهي واحده اهي. هنفك دي كده اهو، بقى عندنا الطرفين زي ما احنا شايفين بتوع الهيتر اهو يا جماعه. لو وصلنا لهم كهربا كده هيشتغلوا، ويشتغل ايه بس طبعا المجموعه اللي هي بتاعت الثيرموستات دي او اللي هي الاوتوماتيك اللي بيفصل طبعا مش شغال، هو عايز ايه يشغلهم كده. طبعا احنا عشان نشغلهم كده طبعا هنجيب ايه، نجيب مثلا نفتح فتحه كده يا جماعه في الجنب. طب انسب حته فين؟ طبعا هنا المفروض هي السلك يبقى من ورا اهو كده كده، بس انا لو مررته من هنا هياخد السلك كتير وممكن يسخن من الداخل، فاحنا هنقلل نخليه له حتى من ايه من على مثلا على جنب كده اهو. افكر كده في حته واشوف هنعمله فين. اهو يا جماعه انا قررت اعملها من هنا عشان مش عايز اعمل سلك كتير جوه يبقى عرضه لان هو يسخن اهو كده يا جماعه. فانا هعمل له كده، فتحت فتحه اهي ونحاول ايه نوسعها كده شويه اهو بأي حاجة. وهنجيب مثلا اهو حتة سكينة كده ببوز اهو يا جماعة كده، ومعانا هنا السلك. طبعا هو جايب لي سلك اهو متخين شوية اهو، مش عارف جايبه منين اهو كده اهو يا جماعة. طبعا هندخله من هنا كده ما قضيتش، هنحاول نوسع بقى واقول لكم نعمل ايه تاني. احاول اوسع وارجع لكم تاني. زي ما احنا شايفين يا جماعه اهو فتحت السلك على سلكتين اهمك، وهنجيب زي ما احنا شايفين سلك حراري اهو ونلبسه له كده على اساس ما يسحوش، لو وصلته حراره بالداخل ما يبص اهو كده يا جماعه. على قد طبعا الحته قد السلك هقطع اهو
البسه بقى السلك دوت وارجع لكم تاني. اهو يا جماعه هنجيب بقى السلك بعد ما لبسناه المكرونه وهنعديه من الفتحه اللي احنا عملناها ديت كده اهو كده. اهو يا جماعه كده عديناه اهو، وهنعمل عقده علشان نمنع اللي هو لو اتشد يخرج لبره. اهو ربطناه كده عقده اهو اهو كده يا جماعه. بصوا اهي عقده كده اهو كده، وادي الطرفين اهم، ادي طرف بتوع الهيتر اهمك، ومتوصلين بيه اللمبات كده. ونحاول ايه اهو يا جماعه اهو، ونحاول نوصلهم بايه بالاطراف دي كده اهو اهو. الطرف التاني اهو من اطراف الهيتر ومعاه اللمبات اللي هي هتضيء لما توصل له كهرباء طبعا زي ما احنا شايفين كده اهو. وبعد كده نجيب بقى ايه زي ما احنا شايفين مكرونة اتخن شوية، ونحاول ايه نلبسها من كل ايه من كل حتة كده عشان نغطي برضو وما نكهربش من الداخل. خلاص يا جماعة عزلنا اهو برضو بالمكرونة الحرارية اللي بتمنع احتراق السلك. طبعا السلك ده اللي هو القديم ده حراري برضو، يعني ده ان شاء الله ما يحصل له حاجة كده. نقفل بقى كده اهو، دي كانت كده اهو كده يا جماعة. نقفل ونشوف اهو اهو كده، اقفله وارجع لكم تاني. خلاص يا جماعة هنجرب كده. طبعا عندنا هنا تجربتنا زي ما قلنا انا على السيريال هي الكبيرة الـ200، لو نورت يبقى كده الكهرباء وصلت الهيتر وبيسحب كهرباء واشتغل. بسم الله اهو يا جماعة الحمد لله اشتغل اهو. هتحط مية طبعا، اللمبات اللي هي اللي جوه مش هتنور على السيريال اهي يا جماعة، مش هتنور اللمبات الصغيرة، لكن هتنور لما نحط فيه مية ونشغله على الكهرباء العمومية. طبعا الطريقة دي يا جماعة ما نسهاش عن الكاتل لان كده مش هيفصل، هو عايز يستفاد منه. طبعا ده تعبان خالص، عملناهوله زي ما هو عايز وهيتعامل معاه على اساس ان هو زي بوتاجاز كده، انت اللي تفصله بنفسك. ارجو ان اكون وضحت الفكره وتكون الفكره عجبتكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.